انا ما بسمح لك تقاطعني ابدا. لا بدك تسمح لي، بدك تسمح لي. احترم حالك، لا انت اللي احترم حالك. يا اخي يا اخي، قسما بالله لو ما كانت هي الجلسه محفوره لكنت مسحت فيك الارض وشرجعت لك الشرجعه. ايه مشا، طولوا بالكم، ايه طولوا بالكم، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتتناقشوا قدام اخوان مشاهدين يا اخي محمد، ويا ريت البلد تصل الموضوع. اخي هذا صلب الموضوع، هذا هو صلب الموضوع. اللي مين سمح لكم تتدخلوا بعقول الاطفال والمراهقين وتبرمجوها على كيفكم فين؟ صحيح يا اخي، كيف هترد على هذا الكلام؟ مين سمح لكم انتم يا اخي يرد؟ نحن عم نعمل هيك مشان المصلحه الوطنيه العليا والقوميه العليا. ومين اللي نصب الحراس على المصلحه الوطنيه والقوميه العليا؟ الشعب. انو شعب؟ كيف انو شعب يا اخي زكاني؟ كيف انو شعب؟ للشعوب اراده كما تعلم، ام لعلك تقصد بان الشعب العربي مسير وغير مخير وانه لا حول له ولا قوه؟ ما ردك على هذا الكلام يا سليم من القاعد؟ رد يا اخي رد، ما برد الصنم رد. هذا الكلام مرفوض تماما. نحن شعوبنا عم تمارس الديمقراطيه من خلال مؤسسات ومنظمات، وانا برايي هي ارقى انواع الديمقراطيه. قول ارقى انواع الكبت والاضطهاد. ولك انت وين الديمقراطيه وين؟ ورح اعطيك مثال على هذا الحكي. اعطيني مثال. اتنا عطلتش ان شاء الله انت وامثلتك. معلش معلش كولونيل، دعوه يضرب لنا مثالا يا اخي. ما هو مثالك دكتور؟ هلا بامريكا مثلا بيقدر اي مواطن ينزل على اي شارع او اي ساحه عامه وينتقد وبيسب سياسه الرئيس الامريكي وبصوت عالي وما بيخاف وما حدا بيحكي معه شيء، بينما عنا نفس الشيء يا اخي. كيف يا سيدي كيف؟ عنا نفس الشيء كولونيل، هل انت متاكد يا سيدي؟ طبعا عنا كمان اي مواطن عربي بيقدر ينزل على الشارع وينتقد سياسه الرئيس الامريكي بصوت عالي وما حدا بيحكي معه. اي لا سيدي مو مظبوط الحكي. معنا اتصال، معنا اتصال، معنا اتصال. اعطيك المجال، اعطيك المجال يا اخي. عفوا دكتور ماهر من السويد، انا وسهلا سيدي. مساء الخير. مساء الخير، انا وسهلا سيدي. اول شيء بحب اقول لسياده الكولونيل هالطبل اللي قاعد قدامها. انا طبل ولا؟ عفوا دكتور، عفوا دكتور، يا ريت تسيب الفاصل شوي يا اخي، ولا بنضطر نقطع الاتصال. بحب بين للاخوه المشاهدين انه هالكولونيل اللي عم يتشدق بالديمقراطيه كان بزمانه مسؤول كبير عن السجون والمعتقلات، وكان لي شرف الاقامه عنده سنه كامله، وما طلعت من عنده الا ومعي 20 عاهه جسديه ونفسيه نتيجه التعذيب اللي تعرضت له. ابدا مو صحيح هذا الحكي، مو صحيح على الاطلاق. شو اسمك الكامل انت ولا؟ ها؟ يبدو انه انقطع الخط. يا اخي احملكم مسؤوليه انقطاع الخط، اريد الخط فورا، احملكم مسؤوليه كامله يا اخي. هذا البني ادم السخيف اللي اتصل زلمه مدسوس وماجور وعميل، وانا بتحداه يعلن اسمه الكامل لحتى طالع اخبارته دغري وعلى التليفون واكشف ارتباطاته المشبوهه قدام اعين كل المشاهدين. طيب كولونيل فرعون، انت بكتابك الشهير، انت بنفسك يا سيدي الكريم بكتابك الشهير مجمع القطيع بالصفحه 19 قلت انه المواطن العربي بالوقت الراهن غير قادر على ممارسه الديمقراطيه بمفهومها الغربي. ممكن توضح لنا شيء سيدي؟ يا اخي لهلا المواطن العربي بيقطع الشارع من المكان الغلط وبيتجاوز الاشاره الحمراء وبده كل يوم 50 قانون جديد لحتى نقدر نضبطه، ورغم هيك ما عم ينضبط، ما عم ينضبط. نحن الشعب بنخالف بكل شيء ومنحب نلف على القوانين ونحتال على الانظمه وروح قلبنا النطوطه فوق الاسطيح والعربشه على الحيطان، فمن المحال ضمن هيك ظروف اعطاء اي جرعه من جرعات الديمقراطيه.